يعني دي طبعا في البدايه طبعا بالذات بطوله افريقيا، لان البطوله الافريقيه دي الفرحه كانت كبيره قوي. مظبوط. وكانت كبيره قوي يعني لان الضغوط كانت كتير قوي وكانت غايبه بقى لها فتره كبيره. رغم ان الغياب ده انا شايفه ان كان الى حد كبير كان في جزء كان متعمد في الغياب اللي هو اللي قعد فتره كبيره ده، ان احنا كنا ممكن في الفتره اللي عدت دي كلها من 2013 لحد 2000 لحد 2000 لحد 2020 كنا ممكن ناخد على الاقل بطولتين، وكانت بالفعل فعلا وصلنا للنهائيين فعلا. بص يا كابتن هاني، وصلنا النهائيين وكان في ظلم تحكيمي باين في صدقني والله، يعني انا كنت موجود في البطولات دي كلها، كانوا في وضوح كبير جدا النادي الاهلي ما ياخدش البطوله دي، يعني النادي الاهلي خلاص بقى متمرس على البطوله دي، والاهلي فرقه منظمه، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، فكانت البطوله دي ما بتخرجش بسهوله من النادي الاهلي. لو الامور ماشيه طبيعيه كل سنه صدقيني هيبقى النادي الاهلي هو الاقرب كل سنه انه ياخد البطوله دي. انما طبعا كان بفعل فاعل في مباراه نهائي هنا في النهائي هناك مع الوداد، انا كنت شايف الكلام ده، كنت حاسس الكلام ده. انما في النهايه طبعا العدل في النهايه هو اللي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني البطوله دخلت النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله البطولات كتير جايه لسه. يعني طالما بصي اللي انا شايفه دلوقتي يا استاذ سهام وكابتن هاني، ان النادي ماشي بشكل انا شايفه بشكل محترم جدا جدا، سياسه النادي واضحه جدا جدا، كل الدعم للجهاز الفني، كل الدعم للعيبه، الناس بتشتغل ما بتتكلمش، يعني كلام قليل جدا، ودايما يعني الفتره الاخيره دي كان في كلام كتير جدا في الصحافه وهنا وهنا وهنا، وكان في النهايه ايه اللي بيحصل؟ سكوت لحد ما نخلص بطوله افريقيا، كان ده الاهم. خلي بالك يا كابتن، وكله كان بيدفع للكلام ده.